أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد والصلاة على رسول الله محمد بن عبد الله العدناني صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وعلى من دعا بدعوته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد بلقائكم وهذا اللقاء الأول، ونسأل الله تعالى أن يفتح لنا مغاليق حكمته وعلمه، وأن يوفقنا في مسارنا في ركب الدعوة والدعاة، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي الأول صلى الله عليه وسلم. إخواني، أقدم نفسي، أنا اسمي الدكتور ليث سعود جاسم القيسي من العراق، والحمد لله أكرمنا الله بالجنسية التركية، ولا فاسمي في التركي ليث حمادي أغلو. فنسأل الله أن يبارك في جهودكم وجهودنا، فأنتم تبذلون الجهد في السماع ونحن في الكلام، ولا شك الأجر إن شاء الله على قدر المشقة. فإخواني الأحبة، يعني موضوع علم الدعوة يعني صار علما من العلوم الإسلامية التي أصبح الآن فيها تطور نوعي من نواحي بحسب التحديات التي تواجهها، بحسب الأمور التي يعني تريد أن تحققها. فنحن بين تحقيق ما عندنا من دين ومنهجية لتبليغ هذا الدين، ومن جانب آخر يجب أن نطور أنفسنا حسب التحديات التي تواجه به الدعوة. وعندما نقول الدعوة نقصد بها الدعوة الإسلامية، وإن كانت هناك دعوات كثيرة. فلذلك يعني والعلوم، جميع العلوم الأكاديمية بكل أنواعها، المنهجية التي يتعامل فيها مع العلوم، يعني عندما كل العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية لها خلفية تاريخية، لكن مع الأسف نحن في منهجيتنا العربية والإسلامية لا نتكلم عن هذه الخلفيات، أي أننا لا نربط حضارتنا وعلومنا بهذه الدراسة التاريخية لخلفية كل علم من العلوم في حضارتنا. ولذلك نجد مثلا الآن الغربيين لما يكتبون الخلفية التاريخية أو historical background، لكن مع الأسف نحن الآن لا في الدعوة ولا التربية عندما نكتب الرسائل الجامعية لا نتعرض لهذا، بينما هذا من الواجب المهم عند الغربيين حتى نفهم هذا العلم وكيف تطور، ونعرف كذلك الأدلة الشرعية والأدلة الواقعية، ونحتاج إلى كذلك استكشاف يعني هذه الدعوة ومدى تأثرها بالأحكام الخمسة. يعني الأحكام الخمسة هي الواجب أو الأحكام الخمسة، الحلال والحرام والمندوب والمكروه، نعم. فهذه كلها الأحكام التي تتعرض لها كل السلوكيات التطبيقية في حياتنا اليومية. كذلك علينا أن نعرف كيف تطور هذا العلم، ابتداء من فرض الله علينا هذا الواجب، ثم بعد ذلك كيف يتنقل هذا العلم
بين الظروف الواقعية التي نعيشها والاجتهادات التي تقوم في كل مرحلة من المراحل والآليات والوسائل التي تعيننا في أداء هذه أو هذه الدعوة. نعم. ثم المصادر هذه مهمة جدا، وهي التي تكون عدة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون علوم متنوعة يجب أن يكون للداعي فيها ثقافة متنوعة ومصادر متنوعة، وهذه تتطور بتطور الزمان والمكان والحاجات كما يقول أهل الأصول. فلذلك هذا الموضوع الذي نسميه أصول الدعوة الإسلامية أو علم الدعوة الإسلامية له خلفية تاريخية نتتبعها من بدايات الدعوة الإسلامية، ولكل علم من العلوم نعم حقيقة ورسالة ومفردات ووسائل وتأثير وتأثر في البيئة. نعم. بالنسبة لتاريخ الدعوة الإسلامية أنها هي أمر من الله تعالى، فالمصدر الأول الشرعي، ونحن نختلف عن الغربيين الذين هم يرون أنه الحاجة الواقعية هي الأساس ولا يعترفون بالحاجة الخلفية الدينية، أو أنهم لكل فرقة من فرق النصارى يعني تصريف، وكذلك في المذاهب يعني لا نقول أو في الفرق الإسلامية كذلك هناك لهم فلسفة، أقصد فلسفة الفرق نحن عندنا مسار واحد اسمه مسار أهل السنة والجماعة، ليس بمعنى أهل السنة مصطلح يعني مخالف للشيعة وغيرهم، الشيعة والخوارج والحداثيين وغيرهم من الزنادقة المش عارف إيش، هذا أمر آخر. فلذلك نجد أن الأدلة الشرعية هي الأساس في المصدرية أو المرجعية، فالمرجعية الشرعية القرآن والسنة، فلذلك نرجع إلى القرآن الكريم فنجد بأن الخطاب أولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة وللأفراد، ليس فقط للعلماء والفقهاء والخطباء، لا، إنما هو لجميع الأمة، أي أمر أو نهي نعم في الأحكام، والعمل الدعوي هو جزء من هذه الأوامر الشرعية التي أمرنا بها القرآن الكريم والسنة الشريفة. فلذلك نجد الآيات الكريمة اقرأ، أول ما اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. فإذا التكوين الفكري والتكوين الثقافي والتاريخي هذه كلها هي يعني مهمة في بناء شخصية الداعية، فلذلك نجد أن هناك مصادر في ثقافة الداعية كثيرة، مثل يعني كتاب الأستاذ القرضاوي كتب كتاب ثقافة الداعية، في كتب أخرى رسائل جامعية في هذه الثقافة بحسب مراحلها، يعني تقدم في ذلك. نعم. ونستفيد كذلك في عصرنا من المعطيات التي نستطيع أن نوظفها كذلك في الطرق والوسائل ولدعوة الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنتم تحفظون أظن كل هذه الآيات التي وردت، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم،
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ وحظ عظيم. فهنا أعطانا موضوع الدعوة بشمولية كاملة في فكرتها ووجوبها ووسائلها وأخلاقها، لأن الدعوة لها أخلاقيات، نعم، ونمط الفكري الذي يدفع الأخ الداعية، والوسائل التي هي يعني كما ذكرت الآية الحكمة والمجادلة، والمجادلة بالتي هي أحسن، بل كيف تدعو وكيف يعني تتكلم بكلام لطيف تستوعب فيه المدعو، ولكن بعلم اقرأ. فلذلك يجب أن تكون نفسك أيها الداعية لهذا المجال والحركة فيه فهما، نعم، وعلما وعملا، نعم. ثم أن الأدلة الواقعية تدل يعني طبيعة الإنسان أن يدعو الغير لأي موضوع من المواضيع السياسية أو الفكرية أو التجارية حتى، يعني كيف يروج لسلعته. فلذلك قال تعالى ألا إن سلعة، أو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف كما قال نعم ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يعني أنت عندما تروج لدعوة الله لك الجنة، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد كذلك في آيات كثيرة موجودة. نذهب إلى المعجم، يجب أن نتعلم استعمال المعجم في الناحية الدعوية، فيوفر علينا كثير من المشاكل، وكأنه يحدد لنا المنهجية لأي جانب من الجوانب الدعوية. فلذلك اجعلوا أنفسكم أصدقاء للمعاجم الإسلامية، والمعاجم العلمانية كذلك نأخذ منها التحديات التي يواجهون بها عندما يتكلمون عن مفرداتنا الإسلامية، نعم. فلذلك هذا يعني الآية الكريمة حددت لنا المعنى والواجب والوسائل والأخلاق التي يجب أن نتصف بها لكي يشرفنا الله بهذا المصطلح. ثم الدعوة إلى الله والأحكام الخمسة، الحرام والحلال والمكروه والمندوب والمباح، هذه الأحكام الخمسة. يعني وهذه أن الله سبحانه وتعالى يعني كما أوحى لنا في كتابه وشرح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة متى ندعو، وأعطانا الجانب التطبيقي، المرحلة المكية والمرحلة المدنية. ولذلك يعني الأحكام الخمسة قد تكون يعني واجبة، يجب أن تدعو في الموقف الذي أنت فيه، ولكن مع وجوب الدعوة هنا تؤثر عليها الأمور الخارجية. مثلا الداعية لا يقدم نفسه للموت، نعم، في موضع الدعوة، نعم. لماذا؟ لأن المسلم في حاجة إلى الحرص إلى بقائه حيا لكي يبلغ هذه الدعوة، ولكن إذا حق الحق يعرض نفسه للتضحية، تأتي معنى آخر، معنى دعوة التضحية، شايف. فلذلك نجد بأن مثلا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عندما وقع في يد مسيلمة قدم نفسه للشهادة. لماذا؟ لأنه لم يوجد معه، نعم، في تلك الوضعية التي تعرض لها أحد، ويجب أن يبين الحقائق الدعوية، نعم. وفي هذه عندما سأله مسيلمة قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقالها بكل فصاحة. ثم قال له نعم قل
أشهد أن لا إله إلا الله ومسيلم رسول الله. فلذلك قال أنا أصم أخرس، نعم أنا أصم أخرس، ما قال شيء، أنا أصم وأخرس. فلذلك بدأ يقطع جسده قطعة قطعة، ولكنه فاستشهد، فكلما سأله كرر نفس الجواب، إنني أصم إنني أصم لا أسمع وأخرس لا أتكلم، هكذا. وصبر عليها، نعم صبر على هذا الموقف حتى يعطي القدوة. نحن في بعض المواقف نجد أنفسنا أنه يجب أن نموت في سبيل الله لكي الناس، مثل الغلام والساحر، ظل معاه الله سبحانه وتعالى يعني وفقه ينجيه من كل ما كان في طريقه. هناك كتاب جميل اسمه غلام الدعوة، نعم كتبه أحد الإخوة من مصر اسمه هشام صقر، غلام الدعوة، جدا كتاب جميل في هذه المسألة، ومطبوع موجود على النت كذلك. طبعا هذا إضافة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما أردنا أن نتعمق يجب أن نطلع على كتب السيرة الأساسية، من ابن إسحاق إلى خليفة بن خياط إلى الطبري إلى نعم إلى ابن هشام إلى 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 كتب هذه الأصول. لكن الصالحي، الصالحي كتابه يعني كبير، يمكن لا أدري، أنا عندي 5 أجزاء ولكن هو أظن 15 جزء أو مجلد كبير، وعلى يعني وكتاب الصادق عرجون رئيس قسم التفسير والحديث في جامعة الأزهر اسمه خاتم النبيين. طبعا وكل كتاب من له قد يتناول جانب من جوانب الدعوية، ومن ناحية أخرى له منهجيته أو يعالج جزءا أو وسيلة. يعني مثلا أحد الأساتذة أنا التقيته اسمه الدكتور محمود كرم، وصل إلى درجة وكيل وزارة في الجهاز، إيش يسموه، جهاز الحسابات، الرقابة، نعم هكذا نسيت الاسم، نعم. فكان وكيل وزارة، وصل إلى درجة وكيل وزارة، وكتب ماجستير، هو تخصصه في الإدارة نعم والمحاسبة، فكتب كتاب اسمه اللهم صل على سيدنا محمد، يعني ربط بين علم الإدارة وعلم الدعوة، وقال لي أنه جعل أصول الدعوة، هو سماه الإعلام الدعوي، فكتب في الإعلام ولكن يعني اقتداء برسول الله. فقال لي أن كتاب أصول الدعوة للأستاذ عبد الكريم زيدان كان هو الأساس الذي بنيت عليه نظرتي الإعلامية، لأنه الدعوة ما هي، ما تعريف الدعوة؟ تعريف الدعوة نعم كما عرفها كثير من الإعلاميين و يعني فيها، هي رسالة نعم محددة، وهناك طرف الذي الراسل والمرسل إليه والرسالة ووسائل إيصال هذه الرسالة. فلذلك الإسلام رسالة إعلامية، نعم. فلذلك هو تكلم عن الإعلام الإسلامي من خلال أصول الدعوة، وأخذ نفس هذه إيش نسميها، الأبواب التي قسم الأستاذ فيها كتابه. طبعا الدكتور عبد الكريم رحمة الله عليه، وكذلك يجب أن أعرفكم به رحمه الله، نعم هذا في التمهيد، نعم هذه الأدلة الشرعية، قل هذه سبيلي،
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن السبيل والطريق، السبيل هو الطريق، فالطريق في هذا الذي هو الدعوة إلى الإسلام أدعو إلى الله. ما هي الوظيفة؟ أدعو إلى الله وعلى بصيرة بعلم. نعم، بصيرة ليس فقط علم، إنما التحليل والتاريخ، الخلفية التاريخية وتنويع الوسائل وتطويرها في كل زمان ومكان، مواجهة التحديات في كل زمان ومكان حسب العصر الذي نعيش فيه، لأنه في كل زمان هناك وسائل مواجهة للدين، فنحن يجب أن نعرفها ونحسن إدارة الصراع فيها. إن الدين عند الله الإسلام، مسألة مركزية. الدين يعني شوفوا الآن يروجون لدين الإبراهيمية، اليهود والنصارى والعلمانيين والشيعة ماذا يقولون؟ أن سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء، إذن الدعوة واحدة والدين واحد، وليس كذلك. أنا أذكر أنه في أستاذ مصري جاءوا به إلى العراق وكتب لهم يعني في المناهج، في المناهج إيش؟ أنه تفسير إن الدين الله، إن الدين عند الله الإسلام، يعني التسليم، يعني فلما أسلم أي يعني الانقياد، لكن ليس هذا هو المعنى التفسيري، وعمموه في كل المرافق التعليمية من الابتدائية للجامعة البعثيون عندنا. فالإسلام هو موضوع الدعوة وحقيقتها، وهذا هو الأصل الأول في الدعوة. فلذلك ثم بعد ذلك هنا في الآخر، وبعدين جاءنا بالدليل الآخر، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يعني نحن نعبد الله بهذه، بالدعوة إلى الله. نعم، فالداعي إذن هو الأصل الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كافة للناس أي تكفهم عن المعاصي وترشدهم إلى طريق، إلى سبيل الله الذي يحفظهم في الدنيا والآخرة، وبالمفاهيم التي تحكم نفوس الناس وسلوكياتهم وخصوماتهم وكل الأمور الجاوة، من كل الشمولية لجميع جوانب. وما أرسلناك إلا كافة، يعني لكل الناس، هذه كافة مشترك لفظي مع عدة معاني. فلذلك من أهمية أن تتعلم علم الدعوة ترجع إلى المعاجم. ما معنى كافة؟ كافة يعني الجميع. نعم، وما معنى عندها معنى آخر، وهو أن تكف الناس من أن يقعوا في المحظورات، حتى بشيرا ونظيرا، تبشرهم أنهم إذا استقاموا. نعم، الآية الكريمة إن الذين استقاموا، الآية أعوذ بالله من الشيطان، إن الذين استقاموا، الآية هذه إذا استقاموا على الطريق فيبشرهم، وإذا لم يستقيموا فهو نذير لهم. والنبي سمى نفسه أنا النذير العريان، يعني أنه أنا عريان إلا من توفيق الله، ليس عريان بمعنى لا يلبس الملابس، وإنما نقول بالعامية نقول استبيع، يعني باع نفسه لله. فلذلك يعني لا يخاف أن يموت أو يقتل في سبيل الله. نعم، ثم قام الرسول وما نعم قام الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة بوسائل وأساليب ومنهاج، وأمرنا نحن أن نستنبط وأن ننوع هذه الأساليب ونطورها للواقع الذي نحن فيه، بل للمستقبل يجب أن نستشرف. نعم، فلذلك إذن أصول الدعوة أربعة، موضوعها والداعي والمدعو والوسائل. نعم، فهذا هو يعني الموضوع المهم الذي يعني هذه مقدمة لتعريف التعريف بأهمية الدعوة وشرعيتها
وأدلتها الأدلة الواقعية. كل الناس نعم، فرعون نادى، نوح نادى، فرعون جمع الناس في في إيش يوم الزينة وكذا ودعاهم فلذلك الدعوة هو من الفعل دعوة، هذا يعني دعوة، ولذلك فيه إبدال. يعني نحن عندما نكتب دعا، نعم، عندما نكتب كلمة دعا بالألف الممدودة وليس بالألف المقصورة، وأصلها هي بالألف المقصورة دعاوة، لكن صعوبة النطق جعلنا يعني هذا من أسرار اللغة العربية وسعتها، أنه دعا أصله دعوة، ولكن لثقلها أبدلت إيش الألف المقصورة بالألف الممدودة دعاوة، فلذلك دعوة يعني أبدلت بدعا لتسهيل النطق نعم فيها. مثل باع يبيع بيع، لكن هذا ثقيل، هذه الياء من حروف العلة وثقيلة، فلذلك قال باع لم يقل بيع لأن ثقيل على اللسان. على كل حال وقس على ذلك. نعم، وطبعا منها داعي، ومنها كذلك داعية، داعي داعي يعني يدعو، لكن داعية كثير الدعوة، قال فلان داعية أو فلان راوية يعني يروي الأشياء رواية، نعم، وغير ذلك، وقس على هذا الأمر. وهذا التعريف اللغوي طبعا. وقد أورد لنا الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله بعد ذلك يعني المنهجية وغير ذلك، فلذلك هنا بدأ موضوع الدعوة. موضوع الدعوة هو كما وما أرسلناك إلا كافة أدعو إلى سبيل ربك الآيات الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة كذلك أورد لنا مصطلحات أخرى دعوية وبينت أهمية الدعوة. نعم، مثلا الدعوة كلمة واسعة، فلذلك قول من حمزة سيد الشهداء ورجل قام إلى إمام ظالم أو ملك ظالم، نعم، فأمره ونهاه فقتله. شايف هذا الجانب، أمره ونهاه. مثلا نأتي إلى أمر آخر، أحد يعني العز بن عبد السلام رحمه الله يقول يعني أنا أفتيت بأنه كل يعني هذه الخمارات وبيوت الدعارة في عصر المماليك، ليس معنى المماليك يعني هكذا لا، ولكن لأن نشط اليهود والنصارى في البغاء والخمر، فكان يدخلون على المسلمين ليفسدوهم من هذين، فلذلك نجد الخمارات في مصر في عصر المماليك يعني في القرن الثامن والتاسع هم الذين كانوا يفسدون المجتمع، فلذلك حتى أن المسلمين أنشأوا فكرة جديدة في الدعوة وهي مجالس وعظ النساء، لأن دائما النساء عاطفيات، فلذلك يدخل إليهن من هذا الجانب. نعم، بل أن اليهود والنصارى كان عندهم حارة اليهود وغيرها، البنت التي تعصي والدها وتهرب يأخذونها ويحمونها، ومن يريد أن يرجعها يقتلونها أو نعم ثم يوظفونها فيما يريدون. نعم، فلذلك هنا أنا حققت كتابين مهمين، أحدهما لشيخ من شيوخ ابن حجر، نعم، وكان قاضيا في الشام
والحموي في حماه، ولكن هو كان قاضي في حماه وفي حلب كذلك. اسمه ابن الرسام أبو بكر أحمد ابن محمد ابن الرسام، والرسام الصباغ الذي يرسم يعني ديزاينر كما يسمون الأقمشة. فلذلك يعني كتاب جميل اسمه نصيحة النساء المسلمات وذكر العابدات منهن والموفقات، وأنا حققته نعم ومنشور، ولكن نشر في بغداد وهجم عليه أعداء الله وسرقوه من، أنا خارج من العراق من زمان، فسرقوا هذه الكتب كلها وأحرقوها ولا حول ولا. والكتاب الثاني للإمام الحصني أبي بكر الحصني صاحب كتاب كفاية الأخيار نعم في غاية الاختصار، يعني هذا كتاب فقه شافعي وجميل. وكذلك كتب كتاب اسمه مناقب المربيات، ولكل كتاب حكاية ممكن نذكره في المصادر. نعم نعرف لكم نعم المصادر. طيب المصادر نأخذ كل مصدر من المصادر التي تبنينا ثقافيا، يجب أن نقرأ مدخل إلى اللغة العربية، مدخل في معرفة الأدب والأشعار، ونحفظ بعض الأشعار أو الأمثال وغيرها. الأمر الآخر يعني كتب التاريخ، وهي مهمة في معرفة تطور الدعوة أو المشاكل الاجتماعية أو الشبهات الكثيرة. والآن يوجد كتاب مهم يعني يعتبر تاريخ الطبري، هو أول تاريخ نعم طبع، فصار المصدر الأول، وهو عنده من الشيوخ 1000 شيخ في الحديث وغيره، في الحديث فقط 1000، وفي باقي العلوم حتى وصل مشايخه إلى 3000 شيخ. فلذلك كتب لنا كتاب التاريخ هذا من بداية العالم إلى سنة 305، وتوفي 310 الإمام الطبري. فهذا ومنهجه، لأنه لم يقول هذا صح وهذا كذب أو يجري على أحكام الحديث، وإنما نشره وترك الناس يعني يخبط أحدهم في الآخر، وأعطى للفرق المنحرفة والمستشرقين وغيرهم فرصة أخذ أي حديث، وقالوا الطبري وهذا إسناده. طيب من الذي طبع إسناده؟ كان عبارة عن 3 إلى 4 أشخاص في السند، لأنه من التواريخ المبكرة، بدأ يكتبه في أوائل القرن الثالث نعم يعني 200 وشوية، وانتهى في أوائل القرن الرابع 305. فقال إنه سترون أشياء غير مقبولة عقليا وكذا ونقليا، وأنا فقط نقلت لكم ما سمعته من الرواة، صح خطأ هذا واجبكم. طبعا هذا عمل لنا مشكلة بعدين، جاءك الشيعة وكذا وقد ورد في تاريخ الطبري، جاء المكفراتية قال في تاريخ الطبري، الشيعة هو الشيعة أخذوا ما أخذوا، والخوارج أخذوا ما أخذوا، كل فرقة تأخذ ما، والمستشرقين ولا حول ولا قوة، كذبوا يعني شيوخ الكذب نعم. فيؤول الروايات ويجمع حتى أنك تقتنع إن كنت جاهلا. فلذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، يجب أن تحيط بالقراءة إلى كل هذه نعم. حتى علماؤنا مع الأسف اختلفوا في هذا، وأنا أذكر في مرة من المرات كتب الشيخ المودودي وهو مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان، هو والعلامة إقبال اتفقوا أن يؤسسوا جماعة دعوية اسمها دار الأرقم نعم،
دار الأرقب ودار الإسلام طوروها لما استطاعوا أن يعني تكون عندهم دولة في باكستان. عملوا ثورات متعددة للهنود في سبيل الله، ثم بعد ذلك بعد محاربتهم للإنجليز استطاعوا أن، وطبعا هو فخ كان للمسلمين، ولكن حب المسلمين للدولة لكي تكون هي دار للإسلام ويعيشوا على منهجية إسلامهم، نعم، وتطبيق كتابهم وسنة نبيهم. فلذلك قسموها إلى قسمين وجعلوها مفصولة عن بعضها، باكستان الغربية وباكستان الشرقية. وبعد ذلك باكستان الشرقية صارت دولة بنغلاديش، نعم. وعلى كل حال، وبعدين جاءوا بالسياسيين الذين قاموا بهذه العملية وهم علمانيين، يعني هاي شو اسمها بنظير، أبوها ما اسمه، اسمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله نسيت اسم الوالد الآن، لكنه مشهور، هو أول من ثاني واحد حكم بعد جناح، محمد جناح، هذا كان ليس مسلما، نعم، كان بهائيا، ورشحه الإنجليز أن يحكم، زين. وهذاك الآخر لما فصل قال عندهم عبارة، قال نحن هنا وأنتم هناك، هذه كانت عبارة الانفصال بهذه العبارة. كيف بالله بالأردو طبعا، قال عبارة جميلة ونتيجتها وخيمة، نحن هنا وأنتم هناك، نعم. هم أدر، تم أدر، إدر وأدر، إدر يعني هنا وأدر أنتم هناك. فهذا وتمت هذه الانفصالية، وهذه وبعدين يعني لا نريد أن نستطرق جو، لكن هذا كذلك فيه مسألة دعا. كان أحد واحد اسمه الله يرحمه توفي كذلك، كان متخصصا في الاقتصاد الإسلامي، فقال له الشيخ حسن البنا اذهب إلى الباكستان سنة 47 وأسس لهم بنكا إسلاميا، نعم. وذهب الأستاذ، نعم، وأسس بنك إسلامي، لكن بعد قليل انقلب إلى علماني الربا وكذا، مع أنه بقي سنوات كان بنكا غير روي سنة 1947، نعم. وأرسل رسالة، حمل رسالة من الشيخ البنا ووصلها هناك، ووافق جناحا، لأن الدولة كانت تحتاج إلى مؤسسات، الباكستان دولة كانت تحتاج إلى مؤسسات، نعم، ولأنها تريد التأسيس من البداية، فهكذا. فلذلك يعني بسم الله، بالنسبة لهذا الأمر اللي هو المراجع الدعوية، على الأخ الداعية أن يدرس في كل فن، يعني فن التاريخ. بالنسبة للفن التاريخ وكتاب الطبري الآن صدر في السوق، أو مش الآن، منذ سنة 2012 كان أحد الإخوة العراقيين مشايخ، هو طبيب، ولكن والده هو كان رئيس العلماء في العراق، اسمه الشيخ طاهر البرزنجي، فابنه اسمه محمد طاهر، يعني محمد ابن طاهر، هو طبيب، ولكن وقرأ الطبري قراءة عميقة، ثم سجل دكتوراه على هذا الكتاب، سماه الصحيح والضعيف في تاريخ الطبري.
فأنا أعتبره هذا هو تاريخ العصر، لأنه كان في دكتوراه في 13 مجلد. تتصورون؟ حقق الروايات وحقق الأسانيد والأسماء، وعندما انتهى من الدكتوراه طبع هذه الرسالة في دار ابن كثير أظن في الشام. ثم لما سمع أستاذنا الدكتور أكرم العمري، وهو مشهور في كتبه في السنة والرجال، لأنه حقق كتاب طبقات خليفة، وخليفة تاريخه حقق طبقات خليفة في الرجال، وتاريخ خليفة تاريخ على السنوات، وهو يسبق تاريخ الطبري، اكتشف بعد ذلك. فمن الذي حققه؟ الدكتور أكرم العمري، نسأل الله يعني أن يحفظه ويرعاه، وهو الآن في قطر، ودرست أنا عليه التاريخ الأموي والعباسي، وكذلك نعم مناهج البحث، فمناهج البحث التاريخي. فجزاه الله خيرا، قال تعال يا شيخ محمد طاهر، فأعطاه، لأن الدكتور أكرم كان عنده موضوع إعادة كتابة التاريخ الإسلامي على طريقة المحدثين، يعني فحص الأسانيد والحكم على الأشخاص وتضعيفهم وتوثيقهم أو تجريحهم وتعديلهم. نعم، وهذه مصطلحات يجب أن نفهمها في إطار الدعوة كذلك، لأن الداعي هو عبارة عن مقيم للرجال ومقيم للأفكار ومقيم لأي شيء. نعم، يجب أن يعرف ها. فلذلك عليه أن يحضر المؤتمرات والندوات حتى يعرف الأشخاص ها؟ ولا تعرفنهم بلحن القول، يعني إذا ألقى فلان محاضرة تستطيع أن تحكم عليه هل هذا علماني أو إسلامي أو إنسان متردد بين هؤلاء وهؤلاء، أو هذا يطعن في كذا أو كذا. فيجب أن يقرأ، يعني يوجد هذا توماس أرنولد كتب كتاب اسمه تاريخ الدعوة الإسلامية، في البدايات يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين يكتب عن تاريخ الدعوة في كل الأقطار التي ذهبها. نعم، طيب إيش معنى أنك لماذا كتبت؟ لأنه يريد أن يعرف تطور الدعوي في الأقطار، ومن هم الدعاة، وما هي مناهجهم، ومستشرق. ومع الأسف لطيبتنا منقول، يعني البعض كتب له الفصل كاملا، يعني مثلا الشيخ اللي هو الآن مفتي، نعم مفتي باكستان، والذي تعرض قبل أيام لمحاولة اغتيال، نعم كتب له الفصل اللي هو عن الدعوة في القارة الهندية، وهكذا، وجنوب شرق آسيا غطى جميع الأماكن والصين وكذا. فكتاب مهم، لكن يجب أن نكون محتاطون عند القراءة. نعم، ونعرف أين هذا، ماذا يريد من عندنا في هذا، فيغمز في بعض الدعاة ويغمز في الأفكار ويعطينا أشياء صحيحة، ولكن في البداية يذم شيخ الدعاة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نكون، فلذلك هناك كتب دعوية في أحد شيوخ الأزهر، كأن نسيت اسمه نعم، هذا كتب الماجستير المرحلة المكية أو الدعوة في العهد المكي والدعوة في العهد المدني، فلذلك يعني هذا من الكتب المهمة. فلذلك يجب أن نحيط بالمفاهيم السياسية، ويعني ذاك اليوم أنا أدرس في معهد تركي،
والله من باب الدعوة حسبة يعني، على كل حال ليس لأجل الكسب، لكن كلهم من بلاد من روسيا من الجمهوريات. جئت لهم بسؤال: اكتب أسماء 3 حركات إسلامية في بلدك، وأكتب 3 أسماء 3 أحزاب غير مسلمة في بلدك. تكتب لي أحزاب اسمها حزب الحنفي وحزب الشافعي، ويعني حول المذاهب إلى أحزاب سياسية. وأنا كنت أطلب هذا مع الأسف، يعني لي حتى أني يعني تكلمت مع المشرف التربوي، يا أخي خطأ هذه الطريقة. وأنه الإسلام ليس فيه السياسة، نعم، لا إسلام في السياسة ولا سياسة في الإسلام، وهذا هو اللي أعداءنا يريدوا، هذا المفهوم. وهذا المعهد معهد شرعي، فكلمت المشرف التربوي هذا، قلت له يا أخي هذولا يحتاجون إلى أوليات، كيف سيدعون إلى الإسلام؟ يدعون عن طريقة الخلاف المذهبي أو طيب ما هي الأحزاب الغير الإسلامية؟ اليهود والنصارى وما أدري إيش هذا. مع أنني كتبت له على السفورة وطلبت منهم ويعني حاضرت لهم بذلك، لكن طبيعة التعليم الشرعي لا يعينهم، أو طريقة المشايخ لا تعينهم أن يرجعوا إلى المصادر أو يقرأوا شيء. وكنت أدرس هذا التاريخ، عندهم برنامج اسمه العلوم الإنسانية، يدرسوا فيه تاريخ وجغرافيا وعلم اجتماع، يعني في كل فصل يدرسوا شيء. طيب، فهذه في المراجع لعلم الدعوة الإسلامية. الشيء الآخر الذي نريد أن يعني نبينه لكم، وهو شوية نعطي ترجمة لمؤلف الكتاب الذي ندرسه الآن، وهو كتاب أصول الدعوة. وطبعا الدكتور عبد الكريم زيدان عاش تقريبا 100 سنة، هذا الشيخ عبد الكريم زيدان، نعم، لكن هذه الصورة له في 40s أو 50s، نعم، ومكتوب هنا ارجعوا إليه، جميل، عامل سيرة ذاتية. وطبعا هو قد يعني كان معلما في البداية، ثم بعد ذلك ذهب إلى جامعة القاهرة ودرس البكالوريوس، ثم بعد ذلك في قسم الشريعة الإسلامية والحقوق في كلية الحقوق، ما ذهب إلى الأزهر حتى يستفيد من فرصة الحقوق. فكتب رسالة في الدكتوراه اسمها أحكام الذميين والمستأمنين، يعني أحكام غير المسلمين في المجتمع المسلم. وطبعا كتبه من الناحية الفقهية والقانونية، نعم. فكان مشرفه محمد سلام مدكور، وهو من علماء الفقه والقانون في مصر مشهور. وناقشه في لجنة المناقشة الشيخ محمد أبو زهرة، نعم، من أكبر علماء مصر، يعني معروف أبو زهرة، وله مؤلفات كثيرة، نعم، في جميع الجوانب، في السيرة وفي الفقه وفي الأصول وفي ما نسميه مقارنة الأديان وغيرها. فماذا كان التقييم؟ طبعا أعطوه ممتاز، ودرجة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الكتاب. فحتى أن محمد أبو زهرة ماذا قال؟ يعني هذا ليس رسالة واحدة، وإنما 5 رسائل دكتوراه، كل باب من أبوابها يحتاج إلى، هو دكتوراه قائم بنفسه، نعم. وهذا يعني في التقييم الأخير محمد أبو زهرة رحمه الله.
طبعا ورجع إلى العراق وصار أستاذا في جامعة بغداد. وكذلك يعني أنا أذكر طلبت في ماليزيا في جامعة الملايو وهي أقدم جامعة في عالم الملايو، نعم، في أكاديمية إسلام أو الأكاديمية الإسلامية، وهي جزء من جامعة الملايو الأكاديمية الإسلامية، بمعنى أكاديمية يعني أكاديمية الإسلام مفهوم، فهي المتخصصة بتدريس العلوم الإسلامية والشريعة، نعم. فعملوا يعني ندوة عنه عندما توفي، فلذلك استضافوني لأن أتكلم عليه. ف يعني الرجل رحمه الله وهو ولد في 1921، يعني تصوروا يعني عاش 95 أو 96، توفي في يعني في أوائل أو كم 2000 يعني يمكن 2010 يمكن توفي، نعم. يعني أنا كنت في اليمن في 93 و94 درست هناك في اليمن، فكان هو موجود، ترك العراق وذهب إلى اليمن، فلذلك يعني توفي إذا عمره 96، نعم، يعني في 2005 أو 15، ها أنا في الحساب ضعيف. طيب فرحمه الله، وكان يلقي طبعا يدرس دراسات عليا، وبعدين بدأ يدرس في البيت بعد أن ضعف، ثم كان له درس خاص دعوي لكبار العلماء في اليمن، وهو كان يدرس في جامعة الإيمان التي أسسها الشيخ عبد المجيد الزنداني، نعم، عافاه الله من كل بلاء، نعم. فكان لهم درس خاص هؤلاء العلماء، فكان مخصص يوم، فيوم وفاته كان ينتظرهم، ولكن ابنه اسمه محمد رأى أن الدكتور شوي متعب، فاعتذر من الطلاب أو من المشايخ الكبار المشايخ، قال لهم شوي متعب وأنا أعتذر اليوم، وهو جالس ينتظرهم لابس العباءة والكذا، قال لا أدري لماذا لم يأتوا، فقال بابا أنا يعني اعتذرت منهم لأنك شفتك متعب، فبدأ يصرخ على ابنه ما لماذا تعتذر عني، أنا مستعد ومنتظر أن يأتوا أنا كذا. ثم أصبحت عنده في هذه اللحظة بسبب ما أحس به من الألم جلطة مفاجئة، وصار على الأرض تقريبا، ثم قال له ادعوا لي فلان وهو من كبار العلماء وأشطرهم أو أكثرهم حركة ونشاطا، فقال اطلب لي فلان، فجاء فلان، فسبحان الله الشيخ عبد الكريم جلس على صدره، يعني أقصد أنه ارتمى على صدره من شدة المعاناة، ثم فارق الحياة وهو يعني في على صدر هذا الأخ الكريم أو العالم الكبير، أنا ما تابعت الاسم يعني. ثم بعد ذلك جهزوه ثم أخذوه بطائرة خاصة على نفقة، نعم، على نفقة الجامعة، وثم العراقيين منعوا نزول هذه الطائرة، فبقيت يعني تطوف في الهواء، ثم إلى أن اقتنع دهاقنة الشيعة بذلك نزلت الطائرة، فاستقبله تلاميذه في مظاهرة طويلة، وقد رافقهم يعني نخبة من العلماء
إلى بغداد، ثم نزلوا ودفنوه كذلك. فكان طلابه كثيرون، ودفن عند جائع في مقبرة الشهداء التي هي في ساحة جامع الإمام الأعظم في يعني في الأعظمية في بغداد. نعم. طبعا دكتور عبد الكريم زيدان كان من تلاميذ، يعني درس عند العلماء كذلك، وشيخه الأول كان الشيخ أمجد الزهاوي. الشيخ أمجد الزهاوي يعني لو وجدنا له صورة، يعني هو موجود في الموقع، كان رجلا عالما يحفظ كتب الحنفية بالمجلد وبالسطر والصفحة. يعني مثلا كتاب الهداية للمرغناني وهو من مصادر الحنفية المهمة، حافظه يحفظ المجلد و يعني والصفحة والسطر، هي في كذا 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 يخبر. الشيخ أمجد كان تلميذه وشيخه، هو الشيخ عبد الكريم تلميذ شيخ أمجد، فلذلك لما كان يخرج الشيخ أمجد سنة كم في الستينات، ذهب إلى مؤتمر الفقه الإسلامي في مكة، فهو حمله على ظهره، هكذا الدكتور عبد الكريم حمله على ظهره لأنه لم يكن يستطيع المشي الشيخ أمجد. له عبارة يقول: إذا ضاع الفقه الحنفي فإن دكتور عبد الكريم يستطيع إعادته كله. نعم. فبهذه الشهادة الكريمة للشيخ أمجد الزهاوي. فها هو الدكتور، جنازته التي جاءت من اليمن. طبعا هو يعني البعثيين أرادوا أن يعتقلوه، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظه، دخلوا لم يجدوه، حتى أنه تلاميذه يشيعون أنه رجل من أهل الخطوة أو من أهل الكشف، يعني أخذ الله على أبصارهم ولم يجدوه في البيت. طبعا هو كان من فوق السطح، ذهب إلى الجيران ومن الجيران اختفى في مكان آخر، فلم يستطيعوا. فلذلك يعني هو يعني فأنجاه الله من بين أيديهم. فانظروا هذا عند وصوله إلى المطار، وهكذا حمل، انظروا كيف أنه حمل فوق أكف هؤلاء يعني العلماء، وهؤلاء انظروا من طلابه من اليمن الذين يضعون الشال على أكتافهم بهذه الصورة. ونعم، وكثير من الأساتذة الجامعيين وغيرهم كانوا في استقباله، ويعني إلى وأنزلوه في ساحة قبل جامع الإمام الأعظم، ومشوا به تقريبا كيلومتر إلى الجامع، وهناك صلوا عليه. وكان الذي يعني صلى عليه هو الشيخ أحمد حسن الطاها، وهو الآن رئيس المجمع الفقهي الإسلامي. نعم. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. انظروا هذا مشيا على الأقدام حتى وصلوا هنا في جامع الإمام أبي حنيفة. هذا هنا لا رجال. ها
هذا لا زال في اليمن قبل أن ينقلوه إلى الطائرة. نعم، هؤلاء طلاب جامعة الإيمان، فخرجت طبعا جامعة الإيمان فيها 10,000 طالب، و يعني أول ما أسست كان 500 من الشباب و500 من النساء، وكان يعني فلسفة الأستاذ الزنداني أن ينقطعوا للعلم ويتركوا كل عمل، يريد أن يخرج أساتذة فقط أو شيوخ وعلماء مليانين. نعم، إلى أن نسأل الله أن يتقبله ويسكنه في فسيح الجنة، آمين. هذا في اليمن، ولكن في بغداد هنا هذه هنا الآن جنازة الدكتور عبد الكريم زيدان في بغداد، وفي جامع الإمام أبي حنيفة بالتحديد. فيعني فبالنسبة لي الدكتور عبد الكريم زيدان كان يعني رجل مهيب وصامت، لا يتكلم ولا ليس عنده كثرة الكلام، وإنما عنده النظرة والعبارة الحازمة والواضحة والسهلة، فلذلك يعني أسلوبه أسلوب سهل لا تجد فيه تعقيد، ويغطي كل المفردات الصعبة التي في الفقه والأحكام. ثم أنه كان يعني أذكر أن زوجتي كذلك متخصصة في التاريخ تقول كان عندنا أستاذ شيوعي سامي حميد الأحمد، تقول يعني يتكلم في التاريخ القديم، وطبعا مصدر الأول في التاريخ القديم التوراة والإنجيل، العهد القديم والعهد الجديد. فطبعا هذه فيها بلاوي، صفات الله بلاوي، إنه الله جاهل، إنه الله لا يعلم، إنه الله صفاته عنده أذن كأذن الفيل وأسنان كأنياب الفيل، ويبكي بسرعة، وأن موسى قد صارعه من العشاء إلى الفجر وأراد أن يهرب وخلع رجله. هذا موجود، وكل الأنبياء زنات وسراق، يعني يضحكون علينا لكن نحن جهلة بهذه الكتب مع الأسف. يعني هذه صفات، يعني في يجب أن نقرأ رجال ونساء أسلموا، هذه ليوسف العش 5 أجزاء يبينون ما هو لماذا أسلموا. شيء أحدهم مهندس مصري يقول والله نقرأ عارا في هذه الكتب. وطبعا استغلت أنا عندي كتاب اسمه المحرمات في التوراة والإنجيل، شيء روايات تقول روايات سكس، يعني في كل أنبيائهم، نعم عندهم كل أنبيائهم زنات زوجات، يعني شيء مقرف. لو ارجعوا اقرأوا يا إخواننا، اقرأوا الكتب التي تتكلم عن هذا. على كل حال، فهذه زوجتي قالت للأستاذ يا أستاذ أنت تتكلم من خلال كتب دينية مقدسة تقول مثل التوراة والإنجيل، طيب القرآن كذلك أنزله الله، طيب وفيه جوانب تاريخية وقصص الأنبياء والأمم الأخرى، فلماذا لا اجمعه مع هذه الكتب؟ فقال اخرجي، طردها من الفصل. تقول ورسبني بالامتحانات لا ينجحني، وبقيت شهرا أتي في كل حصة وأجلس أمام الباب. حتى مر يوما رئيس القسم قال أنت ليه جالسة هنا؟ قلت له والله الدكتور لا يقبلني في الفصل. فكان رجل طيب، وخالها زوجتي هي الدكتور عبد الرحمن علي الحجي أستاذ التاريخ الأندلسي.
فقال لها أنت مثل خالك. فأخرجني فدخلت. بعدين رحت على الدكتور، قبل الدكتور عبد الكريم زيدان، كنت أذهب إليه أسأله في القضايا المهمة، فقرأ المذكرة فقال أنت تذهبي وتمتحني تكتبي هكذا. وقال الدكتور سامي سعيد الأحمد في مذكرته وافتحي قوسين واكتبي كل الكفر تبعه فيها، فأنت من يعني أنت نقلت عنه ولم تعتقدي، وناقل الكفر ليس بكافر. فأعطاها 50 فقط، نعم، ونجحت من هذه المادة. هكذا أخي. فلذلك يعني الدكتور عبد الكريم كتب بعد ذلك قصص الأنبياء في القرآن، كيف والله قصص ال نعم قصص قصص الأنبياء في القرآن للدعاة، هكذا يعني الآن موجود في المؤلفات، ارجعوا إليه، في مجلدين كتب مجلد كامل عن قصص الأنبياء في القرآن وفضائلهم ودعوتهم، والجزء الثاني خصصه للنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته. نعم، كتب آخر كتاب له اسمه التجديد، التجديد في الشريعة الإسلامية، مفهوم التجديد، لأنه التجديد يعني مصطلح حاولوا أن يحطموا الإسلام من خلاله، ولكن الله وأنتم الأعلون إن كنتم مسلمين، إن الدين عند الله الإسلام. نعم، الآية الكريمة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فالرسالة الخاتمة هي رسالة الإسلام. هذا يعني هذا. ثم أنه كتب كتابا كذلك، كتب كتبه كثيرة، ها، اختصر كتاب العقيدة الطحاوية وكان يدرسه، نعم هو يدرسه، وكنت أنا القارئ، فحرصت أن أكون أنا القارئ، وزاحمت الطلب على هذه المسألة، أنا أقرأ. وهو كذلك بدأ الأول ما يدخل يقول اقرأ يا بني، فأقرأ وأقرأ بصورة خطابية وأقف عند المواقف وكذا بصورة إلقائية، يعني أسلوب يعني بالإلقاء للتأثير على الكثير من الطلبة، يعني حتى يتلقوها بصورة جميلة ليست جافة. نعم، فكان اقرأ يا بني وأقرأ. بعدين يوم من الأيام بعد أن مشى الطلبة وقف معي قال يا ابني أنت من أين؟ قلت أصلا من ديالى وأنا كذا. ماذا تشتغل؟ قلت معلم. أين؟ قلت في منطقة اسمها النباعي، أي النباعي أي الينابيع، كثير كلها من الآبار مشهورة، وهي شبه صحراء شمال بغداد، نعم، وجنوب. على كل حال قضينا فيها تدريسا 5 سنوات، وبعدها خرجنا لماذا يعني للدراسة للماجستير. فرآني مرة قال أين أنت؟ لا أراك. نعم، هذه هي جنازة الشيخ عبد الكريم زيدان رحمه الله، هكذا التراب يطوي، التراب يطوي أجداثا كما قال المعري، وكم من قبر قد صار قبرا مرارا يتضاحك من تزاحم الأضداد. ويعني هو الحمد لله دفن في مقبرة الشهداء في حديقة الجامع، يعني لما وأول من دفن فيها 2 من الإخوة السوريين لا يعرفهم أحد، ولا يعرف أهل الأعظمية، حي الأعظمية التي في جامع الإمام الأعظم لا يعرفونهم، ويعني دفنوهم أول بعد الاحتلال، يعني
قاوموا أهل الأعظمية الاحتلال الأمريكي والشيعي ثم دفنوا، ولذلك الجيش الأمريكي قصف منارة الإمام أبي حنيفة، وهناك ساعة كبيرة، هذه الساعة مثل ساعة بيج بن في لندن، وقد اخترعها أحد المشايخ، نعم، يعني هذا الشيخ اخترعها في ذلك الوقت، وأخذ بها براءة اختراع من المصانع السويسرية في سويسرية، مشهورة الساعات السويسرية، ولكن الحكومة لم تعترف بها، وأنها يعني بقيت مخزونة في إحدى السراديب حتى أصابها الصدأ، ولكن بعد ذلك ابن هذا الشيخ، نعم، أخرجها، وكان يعرف تحريكها لأن شارك والده في صناعتها، رحمك الله يا شيخنا، نعم. فهكذا هذه نهايتنا، الله وأهاله عليه التراب رحمة الله عليه. فهذا الشيخ، هذا الشيخ أحمد حسن الطاهة يهيل التراب، نعم، الله أكبر. وهذا الشيخ زياد الراوي أحد المشهورين في العظام، وهو من كبار دعاة العراق رحمهم الله، نعم. فهذا عن المجمع الفقهي الذي قام بهذا الأمر، نعم، والله المستعان، وعليه الكلام، نعم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك كتابه كتابة داعية مجرب وعامل ومطبق، وقد كان أنشأ في الستينات، في سنة 1960، نعم، جاء جمعية اسمها جمعية الأماني، وجمعية الأماني من أهم مشروعاتها تربية الطفل المسلم والشاب المسلم والجامعي المسلم، نعم، وإضافة إلى الخدمات التعليمية الأخرى والإغاثية المتنوعة، فأنشأت يعني روضة لتربية الأطفال، وكانت في بغداد في عند قناة الجيش، وكذلك كان يعني التدريس المسائي للممتحنين لشهادة الثانوية، نعم، معاهد مسائية، وفي بغداد وفي كركوك وفي الموصل، نعم، كل هذه. ثم أنشئت كلية الدراسات الإسلامية للشريعة والآداب، فغطى جميع التخصصات الإنسانية في الشريعة والآداب، نعم، أو الشرعية، وأنا من خريجيها، ووفرت فرصة لتخريج كثير من الإخوة الذين كانوا لم تتح الفرص لهم لإكمال الدراسات الجامعية، فكان الطلبة من كبار العلماء والمعلمين والأطباء وغيرهم أن يأتون ليكملوا دراساتهم، كانوا يأتون من الرمادي بسيارة خاصة مجموعة، ومن الفلوجة مجموعة، ومن سامراء مجموعة، ومن الموصل بالشهر مرة مجموعة، ومن البصرة، وصارت هذه الكلية يعني كما نقول متنفس أو معين أكاديمي لكثير من الأساتذة، وإن كان بعض الأساتذة يقولون أن يعني ها هي، وإن كانت قد وفرت فرص أكاديمية، لكنها من الناحية الدعوية أشغلت الدعاة عن دعوتهم، ولكن الحمد لله لم تشغلنا إن شاء الله، وهيئت كوادر علمية كثيرة للدعوة في العراق، نعم، وبرز منهم أساتذة كبار ودعاة مشهورون وعلماء معروفون في الساحة العراقية، يعني الشاعر
الأخ فاضل، نعم فرج، من أهل الفلوجة، وشاعر، شاعر يعني شاعر شاعر شاعر، نعم. فلذلك وهو الآن رئيس جمعية التربية الإسلامية، وهذا كذلك جزء من إنتاج أو الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله. فأظن أننا نتوقف في هذا الوقت، وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طبعا هذا الكتاب أمامكم في يعني قد يعني سيوضع في موقع الأكاديمية، وكذلك بعض الصور التي تتعلق بالتعريف بالدكتور عبد الكريم زيدان وحياته. ثم يعني طبعا هو بعد أن كان محاضرا في كلية الإمام الأعظم وفي كلية الشريعة، وبقي ثم كان عميدا، وكما رأينا هو أستاذا يعني، وتدرج من الناحية الأكاديمية في كل الدرجات إلى درجة أستاذ كرسي، نعم. وثم بعد ذلك ذهب إلى بعد ذلك حولوه إلى شركة النقل الخارجي، فأصبح لأن البعثيين اتخذوا قرارات في إلغاء كلية الشريعة، ولكن أحد الأساتذة الذي هو كان رئيس معاهد المهنية واسمه أحمد النعيمي، لا أدري توفي أو لا، نعم أحمد حمادي النعيمي، وحوكم هو كذلك بعد ذلك، قالهم يا أخي عيب يعني، حتى نجد في الجامعات الغربية العلمانية قسم لأقسام الدراسات الشرقية أو الدراسات الدينية، فعيب علينا ونحن أهل بغداد وبغداد دار العلم أن نلغي كلية الشريعة. فلذلك سموها قسم الدين، وفي فرع من كلية الآداب، فهكذا يعني تعاملوا مع دينهم بهذه الصورة الفجة. ولكن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، جعل صدام في آخر زمانه يعني يقول تاب إلى الله وعمل معهد القرآن والسنة لتطوير الكوادر المتقدمة في حزب البعث يعني، وكانت نكتة طبعا، ولكن هو عملها ودرسهم الكتاب والسنة. ومن اللطيف أنهم في التفسير درسوا كتاب في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب، يعني لا ندري، أفضى إلى ما قدم، نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني هو الحكيم وهو الحاكم، والأمر إليه إن شاء الله مع سيئاته وحربه للإسلام وللدعاة وبخاصة الدعاة، فإنه قد شوه صورتهم، نعم، وقتل منهم وذبح منهم، نعم. ولكن الله يعني سبحان الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ونختم بكفارة، بدعاء الكفارة، سبحانك الله بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على سيدنا